انتوا معاك وعليك انا يودان يودان اللي داني طيب انا يودان يودان اللي داني انا الخشب يودان يودان يعني يودان يودان يعني جسد واحد شرى صف السيرية جسد واحد شرى صف السيرية نعم شعبية الكرتون كلهم نعم قلب نجمع صافي لا تقول طمطمة وش رر وش انت بعد قالت شامبو شامبو خيرك اسكن الرهيبة سامي اقول لك هذه فرصتك يا ابو سليمان ستفت مريضة واجد وعلى ما يبدو ان هذا اخر شهر لها في هذه الدنيا لازم اتزوجها قبل ما تموت وأورث من وراها كل العمارات والابراج اللي عندها لكن المشكلة في هذه النسرة ام سليمان اذا عرفت بترفع علي قضية خلع وبتسحب مني البيك اب مو تسوي أبو سليمان مو تسوي أبو سليمان لقيتها بودي أم سليمان المستشفى وبثبت بالفحص الطبي إنها ما تجيب فريخات وفي هالحالة ما حد يلومني البر إذا تذوقت عليها أبو سليمان أبو إحباب أنت مو فيك زعلان اشتريت بلاي ستيشن 2 وباغي يلعب كرة قدم ويلينج 11 بس انتي ما جبتي لي ولد علشان يلعب معاي استغفر الله يا ابو سليمان ما جن عليك ابوي هالشي بدين الله سبحانه وتعالى ما بدياني وبعدين تعال يا ابو سليمان يا ابوي انا سنين صابرة عليك يا ابو سليمان وساكتة ما اقول لك شي البر وما دام انت الحين بديت بالمعاير عيل خلني اقول لك شيء ليش ما تكون انت السبب ما انا انا ما اسمح لك انك تشككي برجولتي توق وانا بعد ما اسمح لك تشكك بانوثتي يلا عيل توقومي بس عبايتش وقدامي العيادة لنا بالعادة انت لاقك الخميس لحبيبي وسيدي ما انا هالخميس قمت اسال وتحرى وين قالوا محبوبي شام بالليل عريس خلني اسير بسرعه واوصل بيت ست فطو واخطبها من دحين واتزوجها قبل ما يعرف بسليمان ادري بهذا النحيس اذا عرف بيتقدم لها قبلي وبيخرب علي بعدين بسم الله أعوذ بالله شو انت تبيني تبي لي الجنطة في القلبي تشوفين هذا البوكس تباني الحين أصير عند عمي أبو سليمان عشان يصير يخرب عليك زواجك من ستة وفتو حبيبتي عفاري وانت منو قص عليك وقال لك اني ساير اتزوج شط فطو انت انا هي انت دوري سمعت انك بذوني وانا ذوني ما تكذب علي ابدا 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 وبعدين هالكشخه كلها ما بتكشخه الا اذا كنت ساير تزوجت انت بس هش اسكتي اسكتي يوم لسانتين فضعتينا خلاص مسكت وانت شو لك بتزوج ولا لا
انت ما بتودرين عنك اللقافه مالك. وانت شو دراك عمي شامبو؟ يمكن اقدر اساعدك. تساعديني؟ وشو تقدرين تسوين انت عشان تساعديني؟ اني اسكت، ما اتكلم ولا ارمز. لا لا لا، انا ضايق، بالي ضايق، جوي ضايق، ضيق انكايد. انزين الحين انا بصير بيت صوت فطو وما اباك تخبرين حد. انزين سرك في طوي، لا اسمع لا ارى لا ارمز. قمت اسال وتهرى وين وين، قالوا محبوبك شم بالليل عريس. هين حاضر يا عمي شامبو، بتعدك وبخليك تتزوج، بخليك تتزوج. بسم الله، ايش هذا؟ مين هذا اللي بينادي علي؟ ايه انت، شوفني انا هني. عفاري عفاري، اتحدث اليك من تحت الكرتونة. حول ايش في يا بنتي عفاري؟ نشفتي دمي وليه مستخبية تحت الكرتونة؟ حول افتح خشمك زين ما زين، واسمع اللي بقوله. بعد شوي بيجيك عمي شامبو. وهذا ايش جاي يسوي عندنا؟ قاطعني لو سمحت، لين ما أقول لك حول. ياينكم يبا يخطب. حول يخطب؟ يخطب مين المرفع هذا؟ حول يخطب بشكارتكم جمياتي. لا 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 لا. حول طيب، مية مية، أصله هي لسه خطيبة هتوت ودا المضروب مطلقها وعملها لنا مناحة وغم في البيت. هي وتراني سمعت شامبو يقول انه بيزوجها وبيطلقها بعد ما ياخذ فلوسها، وكلا لا لا ولا مولانا، هذا لا يجوز. يعني لازم تحط له شروط تعجيزية ومهر عود عشان ما يطلقها. هاي جمياتي تراها الغالي علينا. حول ما عليكي، بس هو يجي الأول إما شرط عليه شروط تشيب له دماغه ما يكون اسم دهام. انزين عيال، بل بركة عليكم مقدما، انتهى. غرق الغرقان أكثر، غرق الغرقان أكثر. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا. خير يا جماعة؟ في إيه؟ حضرتش الدختورة مال الفريخات؟ إزاي يعني مال الفريخات؟ هي أقصد أنت الدختورة مال الفريخات اللي تطلق الأولاد من بطون أمهاتن؟ أمال بتاعة الخرفان؟ أيوة أنا دكتورة ولادة، يعني بجيب الأطفال بتوع البشر مش الفراخ والبط والوز والحمام. أي خدمة؟ حرمنا المصون أم سليمان صار لها فترة ما تخلف. وانت عرفت ازاي بقى حضرتك انها ما بتخلفش؟ لحظة لحظة يا دكتورة، لو سمحتي عندنا اجتماع مغلق أنا وأم سليمان. أم سليمان هذه الدكتورة شكلها بقمة وما تفهم شي البر. نعم النف، هذا صدقت ان عندك حق، على الدكتورة ما تعرف الفرق بين الفريخات والفراخ. لو سمحتوا يا استاذ يا هانم تعالوا برا لو سمحتوا. في ايه؟ بتتوشوشوا على ايه؟ انا باغي اعرف هل من الممكن انه تعمل ام سليمان وامها ما حملت ابدا في حياتها؟ اه طبعا اكيد مفيش مانع. وبعدين ازاي امها ما حملتش؟ امال هي جت ازاي؟ ما قلت ليش انها بقمة. انا بصراحة
بديت أشك في الدختورة هذه، باين إنها دختورة بيطرية مع الفراخ. ومال وبعدين معك يا أستاذ أنت وهي؟ هو في إيه؟ لا 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 لا، ما شيء ما شيء. الست دي إذا كانت أمها ما بتحملش زي ما بتقول، أمال التسع شهور الأولى من حياتها قعدتهم فين؟ في لوكندا؟ ولا في بطن أمها؟ لا في هذه ولا في ذاك. إزاي يعني؟ قعدت في المصران الأعور. أنت بتهرج حضرتك؟ إزاي يعني في المصران الأعور؟ ترى أبوها ما كان يحب البنات، خافت عليها أمها إن يجيها بوكس ولا رفس على بطنها وتروح فيها المسكينة، فراحت وخبتها في المصران الأعور. يا ربي اللهم طولك يا روح. تعالي معايا يا أم سليمان. أوف، صار لي الساعة تري تاكسي يا مر. ما في أسير بيت هيم مشي، بعدين بحرك وبيختلط العرق مالي ويا دهن العود وبيطلع مني ريحة فار ميت. خير يا دكتور، إن شاء الله خير. بشري مو نتيجة الفحوصات، لا تقول إني ما أقدر أحمل. الحمد لله أنت بخير، لكن المشكلة في سبع البرومبا. قلت لش أنا ما أسمح لش إنش تشككي في رجولتي. مش أنا اللي بشكك، دي الفحوصات أهو، عندك مشكلة في الهرمون. مو كربون هذا، أنا شكلي داخل محل تصليح أجزوزات في صناعية الرمول، ما مستشفي. هو حد جاب سيرة الكربون؟ شوف يا أستاذ، أنا هقولها لك وبكل صراحة، أنت ما عندكش بويضات. مو بيض؟ يعني أكيد ما بيكون في بيض، قالوا لك عني دقاقة؟ أبا يا أبو سليمان، 30 سنة وانت تعايرني ما تجيب عيال وما تجيب عيال، وآخرتها يا أبو سليمان طلع العيب فيك انت، لا عندك كربون ولا بيض. هذا غش تجاري ما لازم اسكت عنه. توالى سير عشتك عليك في البلدية والدائرة الاقتصادية وقال عاد اخرعك ان شاء الله يا أبو سليمان. يا أبو سليمان حرمتني من العيال 30 سنة على حالك يا أبو سليمان. يا أبو سليمان وكمان أبغاها تسكن في فيلا ب9 غرف، 9 غرف ها، وحمام سباحة 50 في 50، و6 سيارات لموزين، و7 شغالات، 2 من الهند و2 من الفلبين، و3 من بيفرلي هيلز، وكمان أبغاها تسميلي. بس خلاص تعبت من كتابة هالشروط. والله يا عيوني، اللي يبغى العنب لازم يصبر على حموضة الشطة، واللي يبى ست وفته وفلوسها وأبراجها لازم يصبر على شروط الحين. إيش الحلاوة هذه والدلال يا عروسة؟ إيش الخجل ده؟ يا أرض خسيبي ما عليكي. شو؟ جمياتي؟ أيوة جمياتي، عروستك يا هو، من حقك ما تعرفها. المكياج وما يسوي جمياتي؟ لا أبويا، أنا مو بياي عشان جمياتي، أنا ياي عشان أخطب يدتك ست فاطو. ستو؟ سد لما تسدك يا بعيد، ستي حرمة متزوجة وعلى ذمة راجل يا معفن. أما إنك ما تستحي صحيح، أمشي أمشي انقلع من بيتنا. لحظة يا دهيم، شكل في خطأ غير مقصود. لحظة، وابوي وابوي بتشتكي علي أم سليمان وبتسحب مني البيك. وابوي وابوي لا طلنا أم سليمان ولا ست فتو.
لا مؤاخذة يا دكتورة، فين الست اللي كانت هنا؟ دي طلعت، راحت تقوم بإجراءات سحب البيك اب. أنا آسفة يا دكتورة، حصل خطأ غير مقصود. مش نتائج التحاليل اللي قدامك طلعت مش بتاعتها هي وجوزها؟ يا لهوي، يعني إيه؟ أهي دي نتائج التحاليل بتاعتهم، وهم الاتنين زي الفل. والله وجاية تقوليلي دلوقتي الكلام ده؟ أهي الولاية راحت تشتكي في البلدية والدايرة الاقتصادية، أقول لهم إيه دلوقتي؟ خطأ غير مقصود. برضو وي 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 ها متشنجة.